صباح الخير عليكم جميعا. عايزين نبتدي اليوم برسائل إيجابية وجميلة ومشرقة كده عشان يبقى اليوم لطيف، ولو فيها بشرة بحاجة حلوة نشوفها، لو فيها تحذير من حاجة نشوفها برضو عشان نتجنبها واليوم يعدي جميل وسلس إن شاء الله. نبتدي كده بالمج. الجو بارد جدا والدنيا بتشتي في اسكندرية. انا قلت المره دي اعمل الفيديو، اعمله فيديو ما اعملهاش شورتس. لان الشورتس بتحد من اللي انا عايزه اقول، ببقى عايزه اقول بعض الشرح البسيط للكارت ما بلحقش. طيب نبتدي بالافرميشنز بتاعت النهارده. الافرميشن بتاعك النهارده بيقول، سواء انت راجل او ست، بيقول لك money الفلوس. all my finances are now in divine order، يعني كل مادياتي في رعاية إلهية، يعني بين ايدين ربنا. love itself knows my needs and is the source for all، يعني الحب نفسه، الحب ده بيمثل الإله برضو على فكرة، الحب نفسه يعرف احتياجاتي وهو مصدر تلبية كل احتياجاتي. I needn't cling to gain or fear loss، أنا مش محتاج أني أتعلق بالمكاسب أو أخاف من الخسارة. Every need will be met through offering all to the divine، كل حاجة ربنا هيحققها لي لما أقدم كل حاجة برضو لربنا، يعني اقدم كل حاجه لوجه الله. حلو جدا الافرميشن ده. اذا كان عندك اي مشاكل ماديه، اعرف ان الحل انك تتصدق، انك تعطي، لانك بالايد اللي هتعطي بيها بالايد التانيه هتاخد، انما عايز تاخد بس ما تديش مش هتاخد حاجه. اوكي، ولو انت امورك حتى مستقره فالكارت ده طلع يفكرك انك تدي. ما تنساش ما تنساش انك توزع الحب عن طريق انك توزع فلوس برضو. عفوا، كارت المونولوجي النهارده بيقول لكم A new romantic cycle begins، انت داخل على بدايه يعني دوره رومانسيه كده في حياتك جديده. ده القمر الجديد في برج الميزان. انت يبدو انك تعرضت لموقف كارمي والعدالة اتحققت فيه سواء لصالحك او ضدك، يعني كل واحد خد حقه وخد اللي ليه، سواء بقى حلو وحش. المهم ان انت كرمتك اتظبطت فيما يخص العاطفة، خلاص لا ليك حاجة عند حد ولا حد ليه حاجة عندك، وبالتالي انت كده بقيت مؤهب روحانيا انك تدخل في دورة رومانسية جديدة وحياة او في قصة حب جديدة على نظيف بقى، وانت بايدك ان انت يبقى ليك كارما فيها او ملكش، انت والطرف الاخر طبعا. بس حاول انك تتجنب اخطاء الماضي، حاول انك تتجنب اخطاء الماضي اللي كانت سبب في ان يبقى في كارما في السابق. يعني حتى لو ما كانش الغلط منك او الشر طلع منك، لكن شوف ايه نقط الضعف عندك اللي برضو تسببت في نهاية العلاقة السابقة وتجنبها، خليها نقط قوة عندك مش ضعف. الشاكرا اللي انت محتاج تشتغل عليها النهاردة هي شاكرا القلب. تحديدا فيما يخص الطفل الداخلي، الانر تشايلد، محتاج انك تشتغل عليها شوية، محتاج انك تعتني بطفلك الداخلي، محتاج انك تسمع هو عايز ايه. اذا كان في عندك امور ألمتك او تعبتك من الماضي بتيجي على بالك من وقت لآخر، الطفل الداخلي مش معناه الطفل بس البيبي، لحد المراهقة اللي هو الفترة اللي انت كنت فيها مش قادر تاخد قرارات لوحدك او ممنوع تاخد قرارات لوحدك لانك غير مؤهل او غير مسموح لك. اوكي، الحاجات اللي انت تعرضت فيها المواقف ممكن تكون في ناس بتغتصب بعد الشر عليكم جميعا، بس حتى لو ده حصل بتحصل وتقدر تتعافى من ده.
في ناس بتقهر في الفترة دي، في ناس بيتجبر عليها عيشة معينة، لأن طفل أو مراهق ما عندوش الحيلة لا قانونيا ولا جسديا ولا فكريا ولا روحانيا إنه فعلا يبتدي يمسك زمام أمور حياته. فأنت دور على الحاجة اللي تعباك ومألمك من الماضي، من فترة اللي كنت فيها الانر تشايلد بتاعك بيتلقى الرعاية أو ما بيتلقهاش غصب عنه، وانت راعي نفسك وراعي الطفل الداخلي اللي عندك. لو في حاجة كان نفسك تعملها ما عملتهاش زمان، حاجة كويسة يعني مش حاجة مؤذية، اعملها. لو نفسك انك تحس بالأمان، اعمل كل حاجة تحسس نفسك بالأمان. انت أمان نفسك بعد ربنا يا جماعة، ما تعتمدش على شخص يحسسك بالأمان أو بالحماية أو بأنه يساعدك. الكلام ده بقوله لكم عن تجربة حقيقية وشخصية، تمام؟ لو دورت على أمانك وعلى سعادتك وعلى حمايتك، أي نوع من الأمان بقى، أمان مادي، أمان معنوي، أمان فعلي، إن مثلا حد يحميك من حد عايز يضربك ولا حاجة، برضو ستيل الأمان هنا مش في حد غير في نفسك. حتى لما حد بيجي يساعدك فهو بيساعدك عشان أنت فاهميني. ربنا مسخر لكم يا جماعة ناس يجوا يحموكم، مش عشان الشخص ده هو الحامي أو هو البروتكتور، لا، دول متسخرين كلهم. عشان كده هتلاقي في فترات حياتك الناس بتختلف، هتلاقي في ناس بتخرج وناس بتدخل، لأن دي فترتهم، ده يعني هو ده تسخيرهم في الحياة ليك في فترة معينة. نبتدي نشوف إجابة أو لأ لسؤالك. الناس اللي عندها سؤال أو لأ في ذهنها، ده الشارت اللي أنا عاملة فيه لأ بتعب والله بعمل شغل بكتب فيه كل ملاحظاتي بشكل سريع وبشوف فيه كروت نعم أو لأ، لأنها بتختلف من نوع كروت تارو لنوع تاني، فبحط ده زي جايدلاين ليا كده بس أنا اللي عاملاه. نشوف السؤال اللي محيرك وانت عايز تعرف اجابته او لا ولا ايه بالظبط. طالع لك الويل اوف فورتشن مقلوبه. الويل اوف فورتشن معناها بس طالما مقلوبه انت الموضوع اللي شغلك اصلا هو انت مش قادر تتحكم فيه، بياند يور كنترول، في تغيير كبير، بيج بوش تيرنينج بوينت اكسترنال فورس، في حاجات خارجه عن ارادتك. انت بص، القرار اللي انت عايز تاخده ده هيحصل فيه بريكنج سايكلز. احنا مش لسه قايلين ان في سايكل جديده انت داخل عليها في الناحيه الرومانسيه، ان يو رومانتك سايكل بيجينز. انت داخل على مرحله فيها تغيير للدوائر بتاعتك كلها، الدوائر الروحانيه والطاقيه. فانت الموضوع اللي انت عايز تاخد فيه اجابه بنعم او لا، هو اوريدي انت مش في ايدك تاخد الاجابه بنعم او لا، مش في ايدك انك تقرر او لا، هو اوريدي الموقف زي ما هو، يعني هيحصل بالطريقه اللي هو متقدر له يحصل بيها، لان دي نهايه سايكل، دي نهايه دوره في حياتك، نهايه مرحله في حياتك. وعلى فكره هتطلع لك منها بيج بوش، يعني زقه كده دفعه للامام. عموما كارت الويل اوف فورتشن حتى لو جاي مقلوب هو كويس مش وحش، بس هنا معناه لان عجله الحظ هي تعني القدر ايضا، فلما تيجي مقلوبه معناها ان انت في حاجة قدرية ولن تستطيع انك تمشيها على هواك، هي كده كده ماشية والحمد لله انها ماشية ناحية حاجة كويسة. اوكي، بقيت كروتك بتقول كده، تمام. هي ماشية ناحية كويسة، بس التغيير مش بايدك انك تعمله انت بصراحة. هي لو كانت جاية معدولة كان هيبقى ساعتها القدر ماشي على التون بتاعك او على الايقاع بتاعك، يعني اللي انت عايزه هتلاقي الكون ماشي معاك فيه، تمام. يعني القدر متوافق مع رغباتك. هنا القدر مش متوافق مع رغباتك الظاهرية، لكن هو كده كده رايح بيك للأحسن، فهمني. ده بناء على بقية الكروت التانية، مش أصلا هو ممكن يجي بالحلو وبالوحش، لكن أنا شايفاه أنه تغيير للأحسن ودفعة للأمام مش للخلف، ونقطة محورية turning point في حياتك، تمام. النقطة دي هتوصلك لنيو رومانتك سايكل، هتخليك تحمي طفلك الداخلي، هتخليك تعرف تظبط مادياتك وهكذا، فدي حاجة كويسة جدا بصراحة. رسالة الرومانس انجلز ليك النهاردة، مع ان انا متهيألي
روحانيات يعني فيما يخص الرومانسية وضحت ما فيهاش حاجة، بس يمكن دي تكون رسالة لنفس الناس اللي هنا أو رسالة لمجموعة تانية بيشوفونا. فهنشوف إيه رسالتكم النهاردة، رسالتكم الروحانية. Unrequited love دي تقريبا عايزة تقولك إن أنت حبك اللي كان قبل كده لأغلبكم، وعشان كده أنت داخل في سايكل جديدة، كان حب من طرف واحد. There is not enough attraction or chemistry to keep this relationship going. ما كانش في حاجة تخلي لطاقة كافية ولا في كيمياء بينكم ولا انجذاب يخلي العلاقة دي تستمر. عشان كده بقولك الكارما حصلت وانت كده وزنت الكارما، سواء بقى أنت اللي كنت بتحب من طرف واحد أو بتتحب من طرف واحد، فحصلت الكارما وانتهينا والميزان اتعدل ودلوقتي انت داخل على حب جديد، تمام؟ فانت يعني اغلب الناس اللي بتتفرج حصل لها بالفعل ده. في بعضكم دلوقتي بيمر بمرحله ان هو بيحب من طرف واحد ومش لاقي الشخص اللي قدامه بيبادله نفس الشعور. طب نشوف بقى ايه رسالتك. في خداع. خد بالك ان لو الشخص اللي قدامك بيظهر لك انه معجب بيك، تمام، انت مش انت في حاجه جواك بتحسسك ان انت اللي بتحب من طرف واحد، ده صحيح، لان في خداع، في خداع بيحصل من الطرف التاني. قد يكون مبين لك انه بيحبك، انه بيحبك، بس الرسائل على فكره طاقتكم كتير جايه لي. الناس اللي جايه لها حب جديد this could be the one، بس هرجع لها تاني. اللي حاسس ان هو بيحب حد والحد التاني ده بيوهمه ان هو بيحبه، بس انت من جواك حاسس ان لا في حاجه غلط، انت احساسك صح، في خداع، في حاجات معينه المفروض الطرف الاخر يعملها اوكي وما بيعملهاش، او انت منتظر منه يعمل اكتر ما بيعملش. ليه؟ لان في خداع، هو بيوهمك انه بيحبك لغرض ما في نفسه، عايز يعيش الحالة، عايز من وراك حاجة، استفادة مادية، استفادة معنوية، استفادة أدبية، whatever. فدي القصة لبعض الناس فيكم. بعض الآخر الناس اللي دخل على سايكل جديدة من الحب this could be the one، الشخص الجديد اللي انتو هيدخل حياتكو this could be the one، قد يكون هو ده فعلا الشخص المناسب، this could be the one، could قد يكون الشخص المناسب. وانت بالفعل شكلك قابلته، you have already met the romantic partner you seek. عشان برضو اطمئن قلبي هطلع لكم رسائل العقل الباطن للمجموعتين دول. احنا بقينا كام دقيقة؟ مش عايزة اطول اكتر من كده عشان الفيديو يحمل بسرعة، لان دي مجرد رسائل الصباح يعني مش قراءة ولا حاجة. I wish I could take back all the hurtful things I've said to you. I didn't mean them. كنت أتمنى إني أرجع كل الكلام الجارح اللي قلته لك أنا ما كنتش أقصده. I dream about a future with you. بحلم بمستقبل معاك. الرسائل حاساها جاية الناحية دي، مع أني عايز أرسلها هنا بقى. طيب انت طلعني رسالتين. Saying goodbye to you was the hardest thing I ever had to do, but it was the only thing to do that felt right at the time. I just couldn't give you what you need. دي رسالة هنا فعلا. I'm feeling so nostalgic lately, thinking about you always makes me smile. بصوا يا جماعة الرسائل دي فعلا فعلا متوافقة مع هنا. الشخص اللي انت حسيته مش بيبادلك المشاعر وحسيت بالخداع، هو كان على فكرة متأثر. بيقول ان هو اما قال لك الوداع ده كان اصعب شيء عمله في حياته. هو فعلا خدعك، بس هو مش شرير بطبعه، لان هو حزن ان هو عمل فيك كده. لا بيقول لك انا قلت لك بصعوبه مع السلامه، لكن ده كان اصعب شيء يعني في حياتي ان انا اعمله. والمشكله ان هو ده كان حاصل يعني، او عنده احساس ان ده الشيء الصح الوحيد اللي يعمله في الوقت ده. انا بس ما كنتش قادر اديك اللي انت محتاجه. الشخص ده ما كانش عنده حاجه يديها لك، كان بيوهمك بالحب وهو ما عندوش حاجه يديها لك بالفعل. انت كان عطائك اكتر بكتير منه، اهو unrequited love، كان عطائك اكتر بكتير. هو لا، هو خدعك، بس هو مش انسان سيء يعني، هو خدعك لان واضح ان هو عنده مشاكل. I'm feeling so nostalgic، ودلوقتي بقى حاسس بالحنين، بيفكر فيك دايما، ولما بيفكر فيك بيبتسم. طب اللي هو يعني
يا فرحتي. بص اتس اب تو يو يا جماعه، انتوا عايزين ترجعوا للشخص ده لو حاول يرجع لكم براحتكم، بس هو فعلا كان فيه خداع، كان فعلا الحب من طرف واحد وقتها، بس هو يبدو انه ما كانش عنده القدره ان يعني يديك اكتر من كده، بل بالعكس هو كان حاسس ان انتوا تسيبوا بعض وينهي الموضوع، او يقولك حاجات معناها ان الموضوع مش هيكمل، كان حاسس ان ده هو الصح. ممكن تلاقيه بيحاول يدخل حياتك الفتره الجايه، فايتس اب تو يو بقى ساعتها تقبله او ما تقبلوش على حسب قدر الجرح، لان طبعا مش كل الناس اللي بتتفرج عندها نفس المشكله، ممكن في ناس اتاذت بجد، ممكن ناس دخلت في انهيار عصبي، ممكن ناس تعبت، ممكن ناس ارتباطها بالشخص ده عاطفيا خلاها ما ترتبطش بناس تانية كانوا بيتمنوا يرتبطوا بيها. ممكن يكون ضايع منك واحدة بتحبك، او ضايع منك واحد بيحبك بجد لانك كنت متعلقة بيه او كنت متعلق بيه. اما الناس اللي داخل لها طفل سوري داخل لها حب جديد في حياتها، ده ممكن يكون الشخص الصح. على فكرة شكله لبعضكم كان جاي من الماضي، ممكن يكون كان حصل بينكم موقف مش كويس، قال حاجات ضايقتك او ضايقتك هو ما كانش يقصدها، وهيقول لكم الكلام ده، وهيقول لكم ان هو بيحلم بمستقبل معاكم، تمام؟ فبرضه still it's up to you، لان احنا الكارت وضحت كلمة كود هنا مش معناها ان هو ده 100% الشخص الصح، this could be the one، ممكن يكون الشخص الصح، ف it's up to you. دايما في اي قراءات بعملها القرار الاول والاخير لصاحب القراءة، حتى لو الكروت بتقول حاجة معينة it's up to you، تمام؟ بايدك انت تقدر تحدد مصيرك، تمام؟ انت اللي بتختار، انت اللي بتختار. الكروت ما عليها غير انها توجهك وتنصحك وتحذرك احيانا، تمام؟ اتمنى لكم كلكم يوم سعيد، اهتموا بشكر القلب، اهتموا بنفسكم وبمعنوياتكم وبروحانياتكم، اتصدقوا على الناس، تصدقوا اموركم، اطمنوا انها ماشية مظبوط وزي ما مقدر ليها انها تمشي ان شاء الله. الحب الجديد تقبلوه بصدر رحب وافتحوا قلبكم ليه، ولكن دايما دايما اعرفوا ان قراركم في ايدكم مش في ايد الطرف الاخر. الناس اللي تعرضت للخداع في الحب، الشخص ده ندمان، الشخص ده فعلا ما كانش يتمنى ان هو يبعد عنكم، ما كانش مقدر قيمتكم وقت ما كان معاكم، وبرضه يرجع لكم الموضوع ان انتوا ترجعوا له لو حب يرجع او لا، تمام؟ يومكم كلكم سعيد ان شاء الله، واشوفكم الفيديو الجاي على خير. باي باي.